بحبش ان حد يشيل من كتير غريب اصحابي رايق راعين مخرجة ومنتجة درست في مونتريال ونيويورك عمرها 25 سنة بتحب الكتابة والمدن والسفر خاصة على المدن وهي دائما تبحث عن التحرر الذهني وبرأيها هوس البنات وخاصة الأصغر منهم بوزنهم مش طبيعي ولا صحي المشكلة هاي الأيام إنه المجلات والمجلات والتلفزيون كتير بيطلع البنات إنه بيصير في شوية هوس بالعالم إنه لازم البنت تكون كتير نحيفة وإذا مش نحيفة مش حلوة وما بزبط عليك لواعي وما حدا حيطلع فيكي وأكشلي مش هيك الحقيقة أصلاً إحنا العرب والشباب العرب بحبوا اللحم اللحم البلدي بحبوا اللحم البلدي بنات هالأيام إنه بحس إذا مش نحاف مش حلوين أو هذا بالعكس لما تنحف كتير وجهك ببشاعة يعني بيكمز أقلي مش بصفو لا في خدود بل هو عينيك طالعين والحالة حالة yeah really if they're too thin بتشوفي almost anorexic اللي بس وهذا there goes another topic anorexia أو bulimic البنات اللي بيدخلوا على الحمامات بقعدوا يستفرغوا عشان صاحبها ما بده إياها تزيد كيلو أو جوزها ما بده إياها تاكل أو اللي هو يعني أنا بعرف بنات على فكرة 13 و 12 وبياخذوا هدول الحبوب اللي عشان بيشوفوا أخواتهم البنت 12 و 13 ما حيصير عندها هوس إذا أختها ما عندها هوس وأمها ما عندها هوس كل العيلة واللي حواليها ما عندهم هوس هلا صفوا البنات الصغار صفوا مع البنات الصغار أصغر وأصغر ما عم باكلوا ما عم بقول إنه روح على ماكدونالدز كل يوم وكله هذا الحكي لا بس على قليلة healthy living style إنه البنت إنه تكون إنه شكلها شبعانة تكون شبعانة كتير بحس ممل كيف البنات بالأردن بفكروا إنه هذا الموضوع كتير شيق إنه أنا نحفانة كيلو أنا نحفانة ولا أنا نصحانة وأنا شو أكلت امبارح وبعدين أكلت خلص مش فارقة معي شو أكلتي أنا تغديت ملوخية يعني أكلت معلقتين ملوخية مع مش عارفة كم معلقة رز لا أنا اللي بقتلني الدايت بقتلني كيف بدي أكل نص خبزة مع لبنة لا نص حبة توست مع شوية لبنة وخيار فطور هذا فطور شرفكم احنا عرب هذا فطور بدي بيت مي وبدي حمص وفلافل جيل صغير اللي عم بيكبر زيادة عن اللزوم كثير يعني اوكي البنات اللي بكون عمرهم 11 12 ماسكين لي سلفون وماشية ولبس ومش عارفة شو اظافرها عم تروح عليهم عن جد بحزن عم بيحزن بس اكزاكتلي وريت بحزن عم بتروح عليهم نص حياتهم عشان عم بيكبروا اسرع عم بتعلموا اشياء غلط انه البنت تيجي تفكر انه لازم اكون نحيفه وضافي طوال وهيك هيك عشان الشباب يطلعوا علي وعشان اكون يعتبروني ست او هذا بكريت رونج كونسبشن بصير ما في تفاهم تصحيح مفاهيم لازم يصير